مرحبا. عسلامة. حبيت نسألك بين الحب والفلوس شنو تختار؟ زعما شنو نختار؟ اكيد الفلوس، مزيفة ما حب هو حب يوكل، هو ما يوكلش الفلوس هي اللي توكل. صارت لك حاجة؟ تلكات تكويت وما قلت حيت، والله يا بنتي الرجال والزمان ما فيهمش من رد بالك، تصدق راجل خاصة في تونس فماش حب. خانك؟ بو ما يخونيش انا اللي نخون، هو ما يخونش. انت خانته، انت قصدت العلاقه؟ لا لا، ها انا ما نحبش الرجال، نحب خدمه فلوس. كي بدا لبس عليه اموا في لهوان، اما كي بدا زويلي محطحط شنو نعمل بيه هنا؟ رجل احلامك شنو لهناك فتاه شابه هكا مزيانه في عمرك؟ رجل احلامي ما عنديش رجل احلامي. محبش رجل احلام والله، مزلت اللي يجي مرحبا بي، مفيد يجي من بعد خلي. اكيد نخليه نكمل بيش نحب ومن بعد نخليه. شنو تحب انت؟ انا نحب اسبريس دو في النصر. شنو نحب؟ شنو نحب؟ نحب هو يحبني، يقدرني، يحترمني، نكون كان انا في عينه. مستحيل راه بيان سور كون كان انا في عينه. ما يخزر حتى طفله، مستحيل راه باش يخزر برشا بنات. هكا هو هذاك شنو نحب، يحبني انا كهو. علاقتك الاخرانيه كيفاش وفات؟ انا عندي علاقه واحده صح، حبيت انسان بركه بيا على الاخر، ربي يهنيك وربي يسعدك في حياتك والله لا تبارك لك. حدد موقفك هاي شوتي. بيا والله لي ربي يهنيك وان شاء الله ربي ينوب عليك بنت الحلال اللي تهنيك، اما راك خسرتني والله. علاش خسرك؟ شنو الحاجات اللي فيك اللي مش بيقام في حتى طفله؟ خاطرني انا كنت مقدرت وكنت معاه كان هو كهو، صعيب تلقى طفله في تونس مع طفل بركه كهو. حبيته من بعد مكتوب وفاء. ربي فرحك. امين يا عيسى اختي.